السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وتغطية على الهواء مباشرة من مهرجان الطفل العراقي الدولي بدورته الثانية اللي مقام على ارض معرض بغداد الدولي. هذا المهرجان اشتركت في 14 دولة سواء عربية واجنبية، منها الصين واستراليا وكندا ومصر والبحرين والامارات وغيرهم. اليوم المهرجان يخص الطفل العراقي سواء على الصعيد الجانب الثقافي، الجانب الرياضي، الجانب السينمائي وما شابه ذلك، ونفرح انه نشوف عوائلنا العراقيه، اطفالنا العراقيين انه مهتمين بهذا الموضوع، والناس اللي موجودين هنا متفاعلين مع هذا الموضوع. راح نشوف الناس اللي موجودين اي او ايضا المشاركين حتى نتعرف على الغرف اللي موجوده هنا اللي هي حوالي 65 غرفه بهذا القسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا ومرحبا يا ابو سالم. هلا ومرحبا. كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبي. يا هلا ومرحبا يا ابو سالم. الله يسلمك. شلون شفت المهرجان التمليس؟ والله المهرجان ناجح الحمد لله والشكر. زين انت زائر؟ نعم زائر. اي نعم. زين انت ويا من جاي؟ انا وابني. ابنك الله يخليه. اي انت جاي ترسم؟ عالي. انت جاي تلون؟ جاي بجاهز. ابنك جاي غش. زين هاي اليوم الاول اللي جيت فيه؟ نعم اليوم الاول اول مره. ان شاء الله مثل ما تقول، ان شاء الله مثل ما تقول ان جايات قادمه. زين شنو اللي شفته يخص الاطفال، يخص مهاراتهم يطورهم، يعني مفيد بالنسبه لعائلتك؟ انا اقول لك يعني بمهارات الاطفال، وبنفس الوقت مثل ما تقول يعني ينمي يعني قابليتهم الذهنيه والعقليه. زين على الاستيعاب الافضل والاحسن ان شاء الله. تعال شو اسمه ابنك الله يخليك؟ ايسر. ايسر شو صاير بالايمن؟ تعال شلونك ايسر؟ شو اخبارك؟ تعال هنا اعطيني بوسه. يلا كل عام وانت بخير. شو رسم تسوي؟ هاي لونت؟ والله وين رسمت؟ عايف على النص ايسر. ليش؟ ليش عايف على النص؟ والله العظيم ما ترى ما ايسر. ليش هيك؟ يعني انت تكون ملون بعد؟ تكون ملون بعد؟ اي هسه بدا، هسه بدا هو ايسر. شنو الشيء اللي حبيته هنا؟ الله يسلمك حبيبي. يا هلا ومرحبا. نشوفكم يعني على مدار كل الدورات المقبله متواجدين هنا ان شاء الله. ان شاء الله. يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا. متواصلين وياكم، ومثل ما تشوفون يعني ما شاء الله ايسر اليوم هو لون، بس للاسف ما كمل الالوان. يا ريت لو اكملهن لك بعد. ايسر هذا يا لون ردت تسويها؟ ايسر. وين ايسر؟ لا يا لون، لون ايسر. يلا نسوي لون ايسر. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ شلون اخبارك؟ مرحبا. ان شاء الله بخير عزيزي. الله يحفظك. كل عام وانت بخير. الله يسلمكم. صحة وسلامة ان شاء الله. يا ريت لو تحدثنا عن نشاطكم اليوم. الله يسلمكم ان شاء الله. فيما يخص بوك. الله يحفظكم. شاركت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية بهذا المهرجان، مهرجان الطفل الدولي الثاني، بعد مشاركتنا في العام الماضي ايضا. مشاركتنا بها مجموعه من الفعاليات، اهمها هي فقرات صور مفرغه للرسم للاطفال، بالاضافه الى مسابقات سؤال وجواب، بالاضافه الى بعض البرامج الخاصه اللي تقام صباحا من قبل بعض الاشخاص اللي يعرفون بقضايا الفنيه، من ضمنها مثلا صناعه البالونات باشكال معينه وهدايتها للاطفال. طبعا مشاركتنا تمثل فد رساله بانه الطفل هو مثل ثمره المستقبل، فلا بد من انه يتنمى او يتطور بشكل جيد، بحيث يعني ممكن انه يواكب الامور الثقافيه الجديده، يتربى بشكل صحيح. زين انتوا اليوم اكيد المشاركه الثانيه ما جت من فراغ، بعد ما شفت المشاركه الاولى كانت اوسع. طبعا بالتاكيد، لانه يعني برامج الطفوله يجب الاهتمام بها بشكل جيد، باعتبار الطفل هو البرعم الاساسي للمستقبل، لابد المحافظه عليه وتوجيهه بشكل صحيح. على مستوى الناس اللي تواجدت هنا على مدار هاي الايام اللي مضت، شلون شفت تفاعلهم؟ شنو الاكثر شيء ممكن انه لفت انتباههم وجذب انتباههم؟ طبعا هو تعرف انت معارض للاطفال فشيء جديد ويعتبر متنفس للعائله وللطفل. فحضور العوائل بالنسبه للمعرض انا اشوفه بشكل جدا ممتاز، واعتقد بالسنوات المقبله ان شاء الله راح يكون بشكل اكثر متطور، باعتبار واحد يكتسب تجارب وخبره. عاده انه بالمعرض الاول او الثاني اللي يقام في اي بلد تكون هناك بعض الهفوات او القضايا اللي يغفل عنها، لكن انا اعتبره بشكل كبير ناجح، معرض جيد جدا، حضور جدا ممتاز، وايضا دور المشاركه بها فعاليات جدا مميزه. شكرا جزيلا. اهلا ومرحبا. نعم مشاهدي الكرام، احنا بالتالي انا بقت ببالي انه رسمه ايسر اللي ما كملت الوانها لحد الان، لكن من المفرح انه نشوف اغلب البلدان اللي متواجده حاليا ايضا هنا بمعرض العفو مهرجان الطفل الدولي مشاركين للسنه الثانيه، باعتبار انه شاركوا بالدوره الماضيه بدورته الاولى، وهذا دل على شيء، دل على انه
تفاعل المجتمع العراقي بهذا الموضوع. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام حبيبي، اهلا وسهلا. انت بخير من العادي ان شاء الله، الله يوفقك. عادتوا للصحه يعني، الصحه يمكم وانتم توزعوها. كيفك يمنا ويمكم ماكو فرق. هي الصحه يمكم بعد انتم توزعوها. هو نعطيها لكم غير؟ يلا يخليك. والله تمام ماشي الحال. شفت المهرجان؟ والله المهرجان حلو، هذا ابسط شيء واحد يقدمه للطفل. تفاعل الناس بطبيعتهم، احكي لي بالبدايه عن بوثكم، انه شنو النشاطات؟ يوصلون يعني مشوره للطفل للعائله، الطفل ناخذ وزنه محيط راسه، تنميه الطفل شلون من يعني الاعمار مال عمر الطفل، فكره الطفل شلون يبدي التغذيه، نعلمهم شلون يتغذى، شلون نظام غذائي كمشوره للطفل، وفكره الطفل شلون يعني يبدي ياكل وشلون تسلسل مالته. اسعافات اوليه ما شابه ذلك ما جايت عنهم؟ لا هنا أنا حاليا يعني ماكو، هو كهذا البوث اللي موجود فكره تنميه الطفل والفكره مالته وتعزيز. الناس اليوم متفاعله بهذا الموضوع يعني من خلال قدومهم هنا وجاي تعاملهم، انه عندهم خلينا نقول خلفيه عن هذا الموضوع؟ طبعا يعني هو بهذا الوقت احنا بما انه 2023 اصبح العالم متطور، وحتى اذا هو ما عنده باك جراوند على الموضوع فاكو من اللي واعي على هذا الشيء. واغلب العالم يعني بدت بانه اطفالهم يراعوهم ويعرفون شنو الفكره للطفل والرعايه، واهم نقطه هو اللقاح للطفل، يعني من يراجع مركز الصحي فهو يقدم له المشوره، فكل العوائل تعرف شلون يراعون الطفل. بس انا ايش اقول؟ اقول هيك مهرجانات وبشكل دوري بالعراق ومهتمه بالطفل بمشاركه واسعه من عدد من الدول، سواء انه دول اسيا ودول العالم البقيه، هذا شيء مفرح يعني حقيقه. طبعا اول شيء هو فخر للعراق وفخر للطفل العراقي، لانه بهذا الوقت تحتاج انت الطفل توعيه تنمي عقله، لانه يعني الطفل بهذا الوقت لازم انه يتطور ويتوعى ويعرف شنو الهدف الاساسي. هو انت الطفل كل ما تربيه صح راح ينطيك يصعد جيل صحيح ويبني مستقبل صح. لكم البركه. الله يخليك حبيبي. العفو عيوني. بعد تعطونا الصحه لو تبقى يمكم. نوزعها لازم. الصحة والعافية. الله يعافيك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، ايضا من الجميل انه نشوف وزارة الصحة وباقي الوزارات وزارة الثقافة وغيرها العراقية انه مشاركة بهذا المهرجان الدولي. السلام عليك. انا استسلم قابة قلنا وانكتل يعني. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ تايكواندو تخافون؟ لا احنا كيوكو جاي كراتيه. كيوكو شنغال كراتيه. كل عام كل انتم بألف خير. صحة وسلامة ان شاء الله. علينا وعلى جميع العراقيين. زين فهمني انه اليوم من خلال تواجدكم هنا ومشاركتكم جاي يعني تقدمون الهدف هو الرئيسي هو نشر الفن لكيوكو جاي كراتيه. وخاصة للطفل، خاصة في هذا العمر الرياضة مفيدة. يعني بشكل مو طبيعي، وخاصة الفن كيوكو جاي كراتيه انتشاره هو ثقافي وعصري. حديث حاليا يعني هو الكيوكو شينغاي. نعم هيك اشارتكم تحياتكم. لا التحيه مالتنا الاوز والوقو مالتنا ينزل من المايك. اوكي حركه هيك هاي مال يا لعبه هي الكيوكو شينغاي. بس اي نعم ذي المره اللي لعبتها وانكسرت ايد وبطلت بعد ما سجلت. حسب القوه وحسب قوه العظم وحسب الشخص اللي يعطيك الاساس. يوم نعم. الاطفال المشاركين هنا اللي جاي يجون جاي تنطوهم مثلا كتب لو تشوفون فيديوهات لو تنطوهم بعض الحركات. لا اعطيهم بعض الحركات يعني شرح عملي يعني واعطيه يعني شرح يعني عندنا مقاطع فيديو وعندنا كتب اللي هو الكتاب الفني كيوكو شاي كراتيه وقواعد الكراتيه اللي هو المؤلف العاصم محمد. نعم هذا اصدار عراقي؟ اصدار عراقي من الكاتب عاصم محمد اللي هو مؤسس الاكاديميه عائله عاصم. هذا تابع للاتحاد؟ يعني صادر من لا هو صادر من الاكاديميه مالتنا. نعم اكاديميه تابعه للاتحاد اكاديميه عاله تاصف. نعم بما انه ماكو اطفال هسه هنا موجودين نعم. شنو ممكن انه نوجه للاطفال اللي جاي يشاهدونا الاشياء اللي تفهم. احنا نوجه للاهالي للاهالي هم عن طريق الاهالي نقدر مثل يستجيبون للاطفال. نوجه الاهالي خلي يبتعدون اطفالهم مثل على الالكترونيات التليفون يعني بصوره عامه كل البرمجيات خلي يتجهون الى الرياضه. لأن الرياضة حالياً للطفل هي مهمة. يعني الطفل هسه حالياً من يعني يركز على شيء راح يستمر. الرياضة يعني أسلوب حياة. يعني هسه حالياً أكثر الأطفال وأكثر الأهالي هم يعني يتوجهون أولادهم وأبنائهم للتليفون الموبايل أكيد هسه يعني عمره في الأربعة أشهر يبكي يعطيه التليفون. بهاي الحالة مثل راح يتأذى الطفل راح يستمر على هذا النهج. من يكبر راح يصير عنده توحد، راح يصير عنده كآبه، راح يمارس الرياضه. نعم، الرياضه مفيده مثل تنشيط الدوره الدمويه، اختلاط،
اختلاط ويا فئه غير فئته يعني مثل النساء اولاد بقده يعني يعني هاي شيء كلش مفيد وخاصه عندنا بالاكاديميه يعني عندنا من 4 سنوات فما فوق. نعم العفو اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم من مهرجان بغداد الدولي للطفل لكن راجعين وياكم بعد الفاصل. نعم مشاهدينا الكرام رجعنا وياكم من بعد الفاصل بس بقى ببالي ايسر ليش ما لون اللوحه لحد الان؟ طبعا مهرجان الطفل الدولي بالعراق بدورته الثانيه يشهد مشاركه واسعه خصوصا من اغلب البلدان العربيه والبلدان الاجنبيه وهذا الشيء مفرح حقيقه انه على امل انه يكون بالدوره الثالثه بمشاركه اوسع. اليوم اكثر من 12 دوله مشاركه منها استراليا والصين وكندا وغيرها من البلدان سواء الامارات ومصر وما شابه ذلك، لكن الان حاليا وبهذه اللحظه عدد الزائرين بدا يزداد يعني الناس خصوصا انه بعد ما درجات الحراره بدات تنخفض بدأوا يجون هنا يشوفون الفعاليات يشوفون المشاركات يعني عكس ما كان قبل ربع ساعة أو نصف ساعة. بالتالي احنا خلينا نشوف هذا القسم اللي موجودين هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. صحة وسلامة وتحقيق الأمانة الله يحفظك. نتحدث عن اليوم بوثكم شو يضم؟ هذا البوث هو مكتبة إيليا أحد مشاريع مؤسسة تبيين للإنتاج الفني والتطوير الإعلامي. اليوم اكو هواي من الكثير من المكاتب موجوده ومنتشره بالعراق لكن للاسف تحمل شعارات لا تمت للمبادئ بصله ولا تمت للقيم بصله ولا تمت للاسلام او الاعراف بصله. يعني من يا ناحيه بمعنى ادق؟ حتى من الناحيه الاخلاقيه وكذلك ايضا يعني يعملون زج افكار لتسطيح العقول من خلال الالعاب. كل الألعاب الموجودة غير هادفة. اليوم احنا عملنا بفريق متخصص من مختصين بعلم الأطفال شؤون الأطفال دكاترة مختصين لإيجاد طريقة للألعاب الأطفال. هذه الطريقة هي فكرية ثقافية تعليمية تنموية وإبداعية. هل نشوف من الألعاب اللي تقصد مثلا هاي اللعبة موجودة اعتقد يعني هاي موجودة بس على سبيل المثال ما بها الوان تحمل الوان ذات شعارات مختلفة مثلا على سبيل المثال هذا الموجود شعارات اضافة الى ذلك احنا اشتغلنا موضوع كلش مهم اللي هو مثلا احنا هسه يعني عندنا هذين الالعاب انت تشوفهم ضخمات بس اسعارهم رخيصة يعني مو غالية يعني هسه انا ما ادري اذا مسعرينا او ما مسعرينا هسه مثلا هذا 18000 يعني هاي كلها يعني تنشئ مدينه كامله ب 18000 هاي مثلا على سبيل المثال عندنا هاي اللعبه تنمويه ايضا اسمها موكب اسمها موكب هذا الموكب منو اسرع واحد يشكل موكب منو اسرع واحد حبيت هذا فهذا مثلا وياه همين عداد هذا العداد زجاجي يعني تقول بهيك هذا ساعه رمليه وهاي الاوراق مال موكب بدل ما انت تعطيهم اوراق قمار احنا نعطيهم هاي الاوراق التنمويه همين منميته شلون يسووا موكب بسرعه وعلى ثقافتنا موجوده وبها اصولنا وبها عاداتنا وبها تقاليدنا وهي مو مختصه فقط بصريح العباره بالاسلامويين فقط يعني هاي المكتبه هي تناغم كل الشعب العراقي يعني كل الشعب العراقي تناغم هاي ايضا على سبيل المثال هاي لعبه اخرى مثلا هاي ايضا تعلم الطفل شلون يكتب سيناريو من يكبر يعني اي مثلا على سبيل المثال هذا الشرطي تطلع له وحده يبقى عليه يقول هذا الشرطه مثلا وحده من هذني شو يقول بعدين ايش تطلع له؟ هذه مطارية المياه مثلا هذا الشرطي يشرب من مطارية المياه هذا يكون قصة كاملة وهذه الشمس ضباط الحكومة مثلا على سبيل ميتين حر مثلا على سبيل المثال زين هذا من هاي التنموية يعني يكتب قصة كاملة على هذا الموضوع هذا اليوم موجودة بالأسواق العراقية القصر اقتحمتني باللقاء لأن أنا ما أطلع لقاءات بس اقتحمتني فأنا جاي أتواكب وياك هسه هاي أيضا همين أيضا أحد الألعاب اللي موجودة هاي الزغارف هاي تعلم أنه أنت شلون تلون وشلون الزغرف وبهذا
يعني نجيب لها ايسر هسه تفيد تفيد الزغرفه وتفيد الخط وتفيد هذن ال زين. هاي اليوم الالعاب موجوده متواجده حاليا عندنا بالعراق بالاسواق. هذا اول انطلاق لها من معرض بغداد الدولي للمهرجان الثاني للطفل اللي مسؤوله عليه مؤسسه الهدى هنا وقناه شهاب مسؤوله على معرض هذا المعرض للدوره الثانيه تقريبا. احنا كمؤسسه تبيين مشاركين بمكتبه ايليا اللي اول مره تنطلق بهذه الدوره. مدى تقبل الناس انجذابهم لهذه الالعاب؟ اقبال واسع تقريبا. احنا ماخذين هنا مساحه 217 متر وعرض 12 متر يعني تقريبا ماخذين نصف المعرض تقريبا ماخذين نصف المعرض وكل الالعاب مالتنا منتشره واقبال واسع جدا وعمليه الشراء ايضا كبيره جدا والواردات ايضا كبيره. الله يجزيكم يعني. الله يجزيكم بالتوفيق ان شاء الله. الله يحفظك. حياكم الله واهلا وسهلا. ضرغام ابو رغيف المسؤول الفني في مؤسسه تبيين. الله يعزك حياك الله. نعم مشاهدي الكرام من راعنا ونشوف اليوم بعض الالعاب تناغم ثقافه الشارع العراقي تناغم ثقافتنا وانطباعات الشارع العراقي خصوصا انه بالفتره الاخيره انه بدينا يعني شلون اقول انه هواي العاب بدينا ننساها نفتقدها بسبب التطور التكنولوجي الحاصل باليوتيوب وما شابه ذلك. لكن المفرح انه اليوم نشوف لعبه على شكل موكب لعبه اللي تخص انه الطفل شلون يكتب سيناريو من هو صغير يعني تربى على هاي الاشياء. فبالتالي اكيد انه اذا بهذا العمر وتعلم هاي الاشياء فمن راح يكبر راح يكون بعقليه اوسع. طبعا الناس هنا ما شاء الله حاليا كل شيء جاي نشوف اطفال. تعال حبيبتي شلونك؟ 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 زين زين. شو رسمت على وجهك؟ فراشه. ايه؟ زين وين اكو فراشه ترسم فراشه؟ انت فراشه. حلو المعرض؟ اي. شو تبي عجبك؟ كل شيء. يعني احلى شيء. ما اكل. انا اقول احلى شيء بالمهرجان انت. ياسر ثالث. شفت الالعاب هنا موجوده؟ ايه حلوه؟ ايه يلا بالتوفيق ان شاء الله حبيبي. نعم مشاهدي الكرام يعني اليوم هو بالتالي المهرجان هذا مو فقط انه لثقافه الاطفال ممكن يكون يعني واجهه للعوائل بهذه الفتره خصوصا بايام العيد وقبل العيد انه متنفس لهم يطلعون يشوفون الوضع اللي جاي يصير هنا يعلمون اطفالهم يشوفون اطفالهم اشياء تخص الاطفال باعتبار انه هو المهرجان خاص للطفل العراقي ومهرجان دولي وبمشاركه واسعه. اليوم العديد من البوثات مشاركه هنا باشكال متعدده سواء على الصعيد الرياضي او على الصعيد الثقافي والرسم وما شابه ذلك والى اخره. عمو السلام عليكم. حياكم الله. الله يحفظك. تقدر تقوم لو تبقى قاعد؟ رجيت توجعك. شلون الوضع؟ الحمد لله. شلون شفت المهرجان الاشياء؟ منظم لطيف خوش معرض. هاي ثاني مره نزوره وثالث مره ممتاز. جاي اشوفك شايل جرايد. ايش ماخذ الاطفال؟ لا هم اعطوني الناس والله. الاطفال اليوم ايش اخذتوا لهم؟ اخذت لهم هاي هذا المطبوعات. الالعاب الموجوده اليوم الحداثه ممكن جديدات عندنا. جميلة ممتازة ممتازة. زودكم مشكورة إن شاء الله موفقين. قاعد هنا مغير جو اليوم أولا ومطلع العائلة ومشوف الأطفال أشياء حلوة يومين نشوفك هنا إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق مؤخرا صارت. أسعد الله أيامكم. الله يسلمك. موفقين. الله يحفظك. نعم مشاهدي الكرام. نعم صديقي فوت تفضل حبيبي تفضل. طول مجال يعني عاد احنا حتى اذا عجوا المهم عندنا راحة المواطن وراحة الزارين هنا. شلونك حبيبي؟ حبيبي الله يسلمك. حتى اذا عجوا المهم انت تفوز مرتاح. لا الله يسلمك. احنا واجبنا اليوم انه ننقل الاشياء اللي تخدمكم وتفيدكم. تعرفوا اللي بعد انت بعد فتت وين منا ماكو مخرج. انت منو قال لك فوت منا؟ لا الله يبارك فيكم ان شاء الله. احنا فرصة جينا هنا عندنا هاي ما راح تعطينا فرصة. شفت اليوم والله انا توني وصلت بس احنا جايين يا جديد على النقاط ترى حلو حلو. ليش تخافين مني؟ لا خليني اروح. لا شكرا جزيلا حبيبي. نعم مشاهدينا الكرام اليوم ايضا عطور هنا. خلينا نشوف دور العطور اللي موجود هنا بالمعرض شنو ارتباطه بالطفل. السلام عليكم. شلونك عزيزي؟ كل عام وانت بخير صحة وسلامة وانت ويانا على الهواء مباشرة. أريد أعرف موضوع العطور شنو ربطه بالأطفال؟
والله احنا طبعا سلام عليكم، اول شيء ايامكم سعيده، كل عام وانتم بألف خير. طبعا العطور هي مهمه، يعني اسلوب حياه زين. احنا عندنا انواع، يعني عندنا هسه مثلا هذا للاطفال، دولشي كابانا للاطفال، الاطفال خاص اي دولشي كابانا للاطفال. هذا عطر كان والله، ها عشان عطرك هذا يختلف، يعني يجوز اكو نوعيه ثانيه دولشي. شوف هسه لا 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 ما اعرف، بس اسانس طبيب اسانس، لا لا هذا اسانس، السؤال مال واحد يعرف، لا لا هذا كنت بعدها ابو عطر طلعت. عندنا هاي خبطه هسه احنا مسوينها يعني زين. هاي ستار شوفها، شوف شوف بس شوف شلون كلش هادئة، هذه ثباتية طبعا يوم كامل. والله كل شمو ما شمو، لا خلينا نحطها يعني. طبعا اكيد 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 طبعا احنا اول شيء نعطي تيستات للاطفال يجون كلهم نعطيهم، بس تدرون اليوم اول يوم العيد وبعد موظفين ما جايين لسه. ونبوخ وبيهم خير يدللون شغل الاطفال. مشاركه بشكل عام شلون شفت؟ والله حلوه كلش حلوه، يعني اول شيء معرض حلو واقبال حلو، الناس الحمد لله والشكر، واحنا فرحانين يعني بجيتهم وهاي الاطفال وهاي. شكرا عزيزي، الف شكر، عيوني على السلامه. طبعا العطور جميله هنا تخبط، يعني ما عنده ذوق بالعطر ما عنده ذوق بالحياه، يعني هواي ما شاء الله كنت تشتموه هذا الاستاذ ايش قطي. السلام عليكم استاذ، كل عام وانت بخير صحه وسلامه، شلونك زين؟ بس تم هذا العطر طيب لو لا؟ انت طيب. طيب والله انت طيب. شلون انت الاطفال هسه؟ ها؟ وقعنا كتاب مال انا مال الفن الكتاب. اي وقعته هسه. اي بالتوفيق، يلا خلينا نستثمر انه شنو كتابك؟ انا احفظ القرآنية حقيقه، هو اتكلم اسمه القران وذوي اخلاقنا. نعم. خل القراني يصرخ حول القصل، مقارب الى عقل الطفل، اطفالها من الاطفال. والحمد لله الكتاب كذا سلاقى نجاح، لاقى نجاح. كم نسخة اليوم وقعت؟ وقعنا حوالي 20 نسخة هسه. 20 نسخة؟ اي. في المستقبل ايش قد يعني؟ عند اتحاد الاذاعيين والتلفزيونيين. نعم. يوم بعد العيد، اول سبت بعد العيد راح يكون هم توقيع 20 نسخة. للاعلاميين وجماعتنا الاعلاميين. احنا بالتالي هي دعوة خلينا نسوي لك، يلا ما يخالف نستثمر الوقت، خلينا نتمشى ونسولف له عن هاي الدعوة. هذا انت صورته؟ صار ساعة لايف حتشوف الجو طالعين استاذ، شلون هالحكي؟ اتحاد الاذاعيين والتلفزيونيين. زين. هذا كان في الصالحية. نعم. راح بعد اول سبت بعد العيد راح يكرمنا، وهذا طبعا شكر جزيل لهم انه نوقع الكتاب لهم، وهذه حقيقة حافز انه نكتب مرة أخرى وأخرى الأطفال، اختصاصي كتاب الأطفال. حلو. اي. كتاب الاطفال واتحاد دبائر الانبار هم كرمني كتاب الاطفال قبل فتره قريبه يعني، والحمد لله يعني انه احنا ضروري انه هسه ضروري انه يكون هناك كتاب للناشئه والاطفال، ومثل الاطفال الناشئه والاطفال، لانه احنا نعاني من قله الكتاب، لانه بالعراق عندنا ازمه كتابه كتاب الاطفال تحديدا الاطفال الناشئه، لانه البعض يحس الكتابه للناشئه يعني مساله صعبه، لذلك تلاقي خاص المجال بهالكتاب بهذا المجال قله. فالحمد لله احنا نسال الله التوفيق انه الله يسر لنا ونجحنا في بعض الكتابات، عندي هذا الكتاب وكاتب عده مسلسلات في قناه شهاب. مسلسلات؟ نعم. حلو. ان شاء الله عن سماحه الشيخ وجماعه قناه شهاب يشتغلوها على القريب العاجل. التوفيق ان شاء الله. عادل نعمان اللافي. شكرا جزيلا استاذ عادل، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سندي باد ما احلى في كل البلاد. شلونك؟ الحمد لله. تعرف صعد صيتك بالبصره؟ الله على مجسماتك مالك الله يخليك. موجود هنا معرض بغداد مهرجان الطفل العراقي. موجودين الحمد لله. وين كنت مسافر؟ ما مسافرين، موجودين ببغداد معرض بغداد الدولي مهرجان الطفل العراقي من اجل سعاده وفرحه اطفال العراق. مهرجان يخص مؤسسة الهدى وقناة شباب الفضائية، أجمل الفقرات الممتعة والمسلية وبرامج ترفيهية لكل أطفالنا الحلوين. شنو الفعاليات اللي سويتها؟ والله حاليا هسه احنا نتوجه للمسرح، نقدم فعاليات ترفيهية، مسابقات تسالية، ألعاب سحرية. فقرتنا خاصة بالترفيهية، يعني ترفيهية أكثر للأطفال. ليش اختاريت هذا الزي يعني زي السندباد؟ نعيد أيام السندباد للأطفال حتى يعرفون. السندباد صار عليه إشكال. لا سندباد صار عليه إشكال. بغداد، بصرة، منين؟ كل مكان، أنا بغداد. لا سندباد أنا أحسب اعتباط اليوم سندباد. إيه بغداد أكيد.
جول ببغداد اليوم احنا. ياسمين شو اخبارك؟ سلمنا عليك. ياسمين زعلانه عليكم، تقول ليش ما تجون للمهرجان الطفل العراقي؟ وين وين شو وقت هي موجوده؟ موجوده تنتظركم على المسرح. باكر موجود؟ ان شاء الله. وياسمين موجوده؟ وياسمين همتين موجوده. كلها وعد من على الله احمد. على راسي. ان شاء الله قناه الايام. على راسي. يمني ياسمين. على راسي. وخا تسوي لنا غدا وياك. هذا هو غدا وكل شيء موجود. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا حبيبي، شكرا جزيلا. السلام عليكم. طبعا هنا العطور واي عطور موجوده، بالتالي حتى ملابس ما شاء الله موجودات. السلام عليكم استاذ، كل عام وانت بخير. صحه وسلامه. الله من مصر الكريم ان شاء الله. من مصر ان شاء الله. اهلا وسهلا. شلونك حبيبي؟ والله نعم الحمد لله. شلون المشاركه المعرض الاشياء شفتها؟ والله الاجواء جميله ومعرض ناجح ان شاء الله. يعني هاي المشاركة الأولى لو بالدورة الأولى كنت موجود؟ لا هاي الأولى. هاي الأولى. إيه. والثالثة إن شاء الله نشوف. إن شاء الله مش الأخير. بالثالثة والرابعة إن شاء الله موجودة. شو الأشياء الموجودة اليوم هنا؟ إحنا عندنا جلابية مصرية. حاجة يعني بتتلبس استقبال للزيارات وفي البيت بتتلبس. هي المصنعنا منتج مصنعنا، مصنع شيك شاك في مصر. ده منتج مصري كامل التصنيع، بيجي بنعرضه هنا في المعرض بيتباع لي. مشاركة بشكل عام شلون شفت الإقبال الناس عدد الزائرين؟ والله هو الإقبال أكتر على أشياء الأطفال عشان هو مهرجان للطفل. هسه هنا مو صح؟ يعني أنت بالعنوان الخطأ بس جاي أشوف يعني أكو أشياء تخص الأطفال. إحنا بس المشاركة الأولى لسه يعني ما لبيناش احتياجات المعرض. يعني جاي اشوف هسه بس نسبة قليلة للأطفال. لا كان عندنا يعني أكثر من كده بس يعني الأطفال الحمد لله شوية خلص، بس النساء لسه ما زين الأمور تمام. بس إن شاء الله يزيد. خلي يدزون ما دام هاي الأيام زين السوق. إن شاء الله. سمعين. نتمنى في العيد يكون أحسن إن شاء الله. يلا بالتوفيق إن شاء الله. نعم مشاهدي الكرام. العديد من الأشياء موجودة هنا بمعرض بغداد بمهرجان الطفل العراقي الدولي. من ملابس من مكاتب من هواي اشياء تخص الطفل، فبالتالي احنا متواصلين وياكم لكن ناخذ فاصل وراجع لكم. شايف الكلام رجعنا وياكم بعد الفاصل وخلينا نشوف القسم اللي موجود هنا ايضا اللي خاص ب ما شاء الله جلادات وكتب. السلام عليكم. يا قلبي. والعام وانت بخير. صحة وسلامة. شلون الامور؟ الحمد لله بخير. حدثنا عليهم شنو منين صادرات؟ شنو نشاطكم والاطفال الموجودة؟ يوم خالي. يوم خالك؟ اي يوم خالك. صريح خالي بس تقوم لنا شويه، خلينا نقعد انا وخالك بعد. شلون خالو؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك. عن نشاطكم والاشياء اللي موجوده عندكم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شارك قسم رعايه وتنميه الطفوله تابع لعتبة الحسين المقدسه ضمن مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني. طبعا هذه مشاركتنا الثانيه. المعرض يتضمن اصدارات مجله الحسين الصغير، مجلة تعني بأدب الطفل، أصدرت من عام 2009 ومستمرة لغاية الآن، بالإضافة إلى الكتب الخاصة بالأطفال، قصص متنوعة، القصص هادفة وتربوية وتعليمية. تأليفها وضعها كلها بالعراق هنا جالس؟ طبعا القصص كلها التأليف مالتها ومن كادر قسم رعاية تنمية الطفولة، أو عندنا جانب الآخر اللي هو الاستكتاب. عندنا كتاب معروفين على مستوى الوطن العربي مثل الكاتب المعروف مهند العاقوس، الأخت خولة من سوريا، عمر الطاروطي من مصر، وبالإضافة كتاب آخرين من العراق ومثل ما قلنا من خارج العراق. فينا استدن اللي جاي نشوفه هنا القصص والحسين الصغير، الحسين الصغير وهاي مال الكابتن ماجد وغيرها، يعني هاي موجودات اليوم بالمناهج الدراسية اللي تابعة بالمدارس العتبة الحضانة يعني ذن الشخصيات خاصة بمجلة الحسين الصغير. فاحنا عندنا اسم الحسين الصغير نريد نعرفه ونطوره ويوصل لكل العراق، والحمد لله والشكر عندي متابعين من جميع محافظات العراق. فارتأى القسم ان يطور هذا الاسم الحسين الصغير وشخصيات الحسين الصغير، لان تدري احنا لازم عندنا شخصيه تكون حسين عليه السلام فكر. اكيد افكار، يعني هي المجله تحمل كلها فكر ومبادئ اهل البيت، يعني هذا الامر يعني متين من عده. فحولنا ذول الشخصيات الى مشروع القرطاسيه للاطفال. فمن سوى اشتغلنا مشروع القرطاسية استعانينا بشخصيات مجلة الحسين الصغير، يعني خلينا شخصيات البطلة بالمجلة، ركزنا على جانب الحجاب للفتيات، يعني خلينا مثل ما تشاهدون الحقائب مالتنا أغلبية الفتيات مرتدية الحجاب، يعني هم ثقافة اللي على مود ارتداء هذا الكاركتر اللي مسوينه يعني بحجاب.
اي فقلت لك المشروع يعني مشروع القرطاسيه يعني اشتغلنا على كل الامور القرطاسيه خاصه بالطفل، حقائب مدرسيه، قلم الرصاص، المساحات، المقطات، الالوان، بالاضافه لالعاب فكريه اشتغلنا. ومن ضمن الالعاب الفكريه عندنا لعبه الرحله 313. شنو هاي 313؟ لعبه 313 تنقل الزائر لزياره الامام الحسين. الحي ودرج مو؟ اي هي لا مو مثل الحي ودرج، لعبه يعني 300 يعني نفس الفكره. لعبه 313 خطوه عدد انصار الامام الحجه، تنقل الزائر من بيته لزياره الامام الحسين. طبعا من اشتغلت اللعبه اخذت بنظر الاعتبار الطرق اللي يجي فيها الزائر من كل المحافظات؟ كل المحافظات وخارج العراق ايضا، يعني عندنا استاذ شوف اكو نهر، النهر دجله والفرات. نهر دجله والفرات، وعندنا يجون عن طريق الصحراء والهضاب والوديان. هي الوانها صفارات مخليها انتم؟ هي الوان صفارات، واللي يجون الزوار عن طريق وسائل النقل اللي هي الطياره والسياره والقطار، وبالاضافه اللي يجون من المناطق الشماليه يمر عن طريق الجبل او يدخل داخل نفق. حتى السيطرات الامنيه. المواكب وزعنا المواكب الحسينيه حتى يعيش الطفل الزياره الأربعين، وزعنا المواكب الحسينيه، تدري انت بكل لعبه اكو ثواب واكو عقاب. فاحنا ايش خلينا موكب؟ الموكب ياخر دور واحد بس، الموكب بالاخير راح يعطيه هديه من يجي دوره، يعني مثلا هذا انتظر دورا واحد لاستماع للمحاضره الدينيه ثم تقدم ست خطوات، مثلا ساعد القوات الامنيه، ساعد بتوزيع الطعام للزائرين وهكذا. اللعب يعني بزار دور لا استغنينا عن النرد، النرد عندنا في مشكله شرعيه، فاستغنينا ببدايه اللعبه اكو بطايق يسحب ذاكر الرحله. يسحب البطاقة، البطاقة هي شيء عبارة عن أسئلة عن حياة أهل البيت، أسئلة مبسطة، لأن اللعبة من يجاوب على السؤال راح يعطي مثلا ثلاث نقاط، أربع نقاط، خمس نقاط، ما أعرف هذا السؤال، أكو أسئلة مساعدة، مثلا كلمة أبل باللغة الإنجليزية تعني بالعربي هيك شيء، أسئلة مساعدة بسيطة، وضفنا شيء ضفنا اللي هو صندوق الحظ، حتى الطفل لا يصير عنده ملل من اللعبة، مثلا مثل ما يقول مثلا أسئلة دينية، خلينا 100 سؤال تفاعلي. يعني واحد من الأسئلة مثلا أحبو مثل الطفل، أقفز مثل الأرنب، حظا أوفر. بالإضافة شنو أكو خلينا تذاكر في آي بي باللعبة، تذاكر في آي بي. من يوصل لمحطة نقل الزائرين عندنا القطار أطول مسار هو، فمن يوصل عندنا مثلا يوصل القطار، طبعا كل كارت اللعبة بشنو بأربع اتجاهات ياخذ، لأن أكو وقفات إجبارية باللعبة، فيا اما يركب بالقطار يا اما بالطياره يا اما بالسياره. فهذا الكارت البي اي بي اذا مثلا جاوب السؤال وطلع له قطار وهو عند كارت تذكره البي اي بي ما طلع، راح يستخدم طريق الطياره اللي هو اسرع، فراح تمشي عدد خطوات اقل. لحد الان يمكن احلى شيء شفته هنا هذا الموضوع، وللامانه انه جهود جباره جاي تبذلها العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه. طبعا هذا الدعم العديد من المشاريع، مو فقط انه فيما يخص الطفل، لكن مقترح او اكيد هو ما فايدكم انه هذا، هل بالامكان يكون تطبيق او لعبه ابلكيشن؟ يعني جار العمل على برمجه هاي اللعبه، راح تنزل ان شاء الله بنهايه هاي السنه او بدايه السنه الثانيه، لان تدري البرمجه راح تاخذ الوقت. بالاضافه ضفنا يعني اكو مؤثرات راح يصير، يعني من يوصل مثلا النهر اكو مؤثرات مال النهر، صوت ما النورة سيتش يعني فت شغلات، يعني وسائل النقل من يوصل صوت سيارة طيارة. فإن شاء الله بنهاية السنة راح تنزل أوفلاين لعبة على متجر جوجل بلاي والأبر ستوري، وإن شاء الله سنة الجاية راح تنزل لعبة أونلاين يقدر أي واحد بالعالم يلعبها، يدخل يسجل بيها. إن شاء الله السنة الجاية هنا ألقى الباركود مال هاي اللعبة. إن شاء الله بحيل الله تلقى الباركود موجود. طبعا هذا العمل كله يعني الحمد لله والشكر يعود الفضل الأول والأخير اللي إحنا صح لأبونا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي العتبة الحسينية، الدعم مالته كل كبير بجانب تنمية مهارات الأطفال ورعاية الأطفال، والحمد لله والشكر قاعد نلبي هذا الدعم الكبير بإنتاج مثل شيء إصدارات وألعاب فكرية وإنتاجات للأطفال. الناس شلون تفاعلهم اليوم ويا هيك في ألعاب؟ طبعا الناس هنا عندهم تفاعل كلش قوي هيك معارض، لأن العائلة والطفل محرومين من هيك شيء، يعني من يروح المدينة تلعب، مدينة تلعب اللعبة هي اللي تمشي. اما هنا هو الطفل راح يجي يلعب بيده، يقرا القصه، يقعد، يعني حتى كنا يعني انا واحد من الدور والدور بقيه، عندنا فرصه للطفل حتى لو ما يشتري قصه، يجي يقعد هنا يمنا يقرا القصه براحته ويشوفها، واذا عجبته مثلا يشتريها، ما عجبته يقرا قصه ثانيه وثالثه ورابعه وهاي. اهلا وسهلا بكم. نعم مشاهدينا الكرام، يعني تقريبا هاي الاشياء اللي موجوده هنا والالعاب، خليني اوصل رساله انا اقول بها انه اليوم العتبة الحسينية، العتبة العباسية، وللأمانة وللإنصاف يعني جاي يقدمون أشياء للمجتمع العراقي للوطن، خصوصا أنهم من مشاريع ضخمة على مستوى استراتيجيات
في الجانب الصناعي وبالجانب التثقيفي والتطوير وما شابه ذلك. واليوم ايضا اليوم جاي نشوف انه ذاهبين بمسار ابعد بخصوص تربيه وثقافه الطفل العراقي. وللامانه حتى نكون منصفين، للبعض انه يقول العمامه ايش قدمت، لا احنا اليوم لو نشوف انه اعمال العتبه اللي جاي تقدمها ممكن اكبر رساله لكل العالم اذا بالعراق او خارج العراق او باي مكان، انه العمامه هاي مشاريعها، هاي اعمال العمامه الحسينيه جاي تقدم، جاي تخدم اليوم، مو فقط انه اتجاه ديني ومسائل شرعيه ودينيه، بقدر ما جاي تساهم بخدمه المجتمع العراقي وتطوير المجتمع العراقي بكافه الجوانب، سواء على الصعيد الرياضي او الثقافه او السينمائي او ما شابه ذلك. فبالتالي جهود جباره يعني جاي تقدمها العتبه العباسيه والعتبه الحسينيه بهذا المجال، وحقيقه هاي الجهود تشكر عليها، مو فقط انه انا احكي بهذا الموضوع، لا سيما انه بالفتره الاخيره الكثير يعني بدا يحكي بهذا الموضوع، انه العتبه الحسينيه العتبه العباسيه بدا يطلع شغلها، بدا يبين شغلها ودورها الكبير اللي جاي تقدمه تجاه المجتمع العراقي. ومتواصلين وياكم احنا من معرض بغداد لكن للمهرجان الطفل الدولي، لكن وصلنا وياكم لمحطتنا الاخيره لهذا اليوم، على امل اللقاء بتغطيه جديده ليوم غدا. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، على اللقاء.